استاذه حنان العسقلاني رئيس شركه جولدن دروب لمنتجات العسل. اهلا بيكي. اهلا بيكي. المنتجات بتاعتنا دي من مناحلنا الخاصه، مناحل في الصعيد، مناحل على الجبل، فنقول عليه عسل جبلي صعيدي مصري. ده بحلل العسل في معامل الشيخ فايز في مكه المكرمه، والحمد لله بفضل ربنا خدنا جايزتين في مركز في ابو ظبي، مركزين للعسل السائل من 250 واحد كان مقدم يعني للعسل، فده حاجه يعني واحد فخور بيها بصراحه. ده لو هنقول ان عسل بيور ده اوكي ما فيش اي خليط. لا لا لا، احنا عندنا كام نوع من العسل الاسود ده؟ مش عسل اسود ده. العسل. انا حاطه عسل السنه دي، هو كل سنه ليها رزقها بصراحه يعني. تمام. يعني السنه اللي فاتت انا قطفت 5 مرات 5 انواع، السنه دي 3 انواع، صدر وزهره الموز والسمسم وزهور جبليه. عندي حاطه السدر القديم بتاع السنه اللي فاتت والسدر الجديد بتاع السنه دي. تمام. السدر العسل القديم يغلى وجودته تعلى، دي حاجه معلومه الناس ما تعرفهاش. تمام. كل ما العسل الطبيعي يقدم ما بيتاثرش يعني، ده بدليل ان لقوا من 3500 سنه عسل بيستخدموه قدماء المصريين وصالح للاستعمال الادمي حتى الان في المقابر بتاع قدماء المصريين. يعني العسل ده من 3500 سنة كان ذا قيمة عالية عند قدماء المصريين. والله أسعارنا أنا حاطة الرينج العسل الطبيعي كأي عسل طبيعي في السوق زيه زي اليمني، بس هو يقل طبعا عن العسل التانية السعودي واليمني والحاجات دي. مش هقول عسل زي البرسيم والموالح والحاجات دي، لكن هو يقارب العسل التانية في الأسعار، العسل السعودي واليمني. التغيرات المناخيه النهارده بالنسبه لدول العالم بالكامل، احنا ازاي النهارده بنحط احتياطاتنا او اجراءاتنا لمواجهه التغيرات المناخيه بالنسبه لمناحل العسل؟ بالنسبه لمناحل العسل احنا بفضل ربنا الصعيد بيمتاز بمناخه الدافي تقريبا طول الشتاء، يعني الناس بتخاف من الشتاء في البحري على اساس المطر كتير، الجو ساقع زياده، لكن حتى لو الجو ساقع شويه في الصعيد، لكن جو الصبح زي كده فبيبقى شمس يعني بيعوض السقعه بتاعت بالليل. عشان كده احنا بنقطف لغايه شهر 11، وانا لسه عندي قصفه كمان ما قطفتهاش، يعني على 5/12 هقطفها باذن الله. فهي بيفيدنا الجو في كده، جو الصعيد بالذات، مناخ الصعيد. تمام. مناخ كويس. احنا داخلين على شتاء. اوكي. بنتعامل ازاي مع الطقس السيء والبروده والامطار؟ بالنسبه للنحل الطقس السيء تزود له الغذاء. انا عشان النحل المنحل ده بتاعي، فانا مش بحط السكر والحاجات دي، السكر اساسا مرض للبني ادمين، فانا باكله من العسل بتاعه طول الشتاء، وبحط كمان حاجات يعني ليمون اعشاب، الحاجات اللي هي الطبيعيه. عشان كده الحمد لله فضل ربنا يعني المنحل عندي بخير يعني. تمام. بالنسبه للعبوات بقى، اوكي، العبوات بتبدا من قد ايه بقى؟ انا حاطه عبوات ربع ونص على اساس اللي عايز يجرب يعني، على ان سعره برضو مش هنقول زي الاعسال التانية اللي هي رخيصة، بس اللي عايز يجرب وعجبه ويقدر يشتري كمية يشتري، عايز كيلو ياخد 4/4 نصين يعني مفيش مشكلة يعني. فيعني يبقى كل الناس تقدر تجرب العسل الطبيعي ده، شمع طبيعي. ليه بقول شمع طبيعي؟ لان النحلة هي اللي عاملاه من الالف للياء، يعني بيقولوا عليه حاجات زايدة في الخلية. اوكي. غير البرواز الشمعي اللي الناس بتقطع منه ده، انا ما احبش اقطع منه لانه جواه اساسا فرخ شمع صناعي. الشمع الصناعي ده مش يعني مش كويس يعني الناس تاكله، ده كويس الناس تاكله وتبلعه لانه مفيد جدا للجهاز التنفسي.